السلام عليكم خوتي، ديري لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وفي احسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. جيتكم بنهار جديد وفيديو جديد للمشاهدين ديالي. تحيه لكم كبيره كبيره، تحيه للمغاربه في المكان وداخل الوطن خارج الوطن في المكان، وتحيه لكم كبيره والدول العربيه والناس تاع الجزائر. وواحد السيده اللي دخلت عندي جديده والله اختي راه كنقرا الكومونتير ديالك، المهم عايشه برا. تحيه لك اختي كبيره، وتحيه للمتتبعين ديالي في ما كانوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، الناس تاع الجزائر والدول العربيه كامل من تسميتو. اسمح لي يا مرحبا بكم معايا اخوتي، نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا النهار. سمعتوا الكاريره بادي هاد الايام كلها كتسافر مع العيد قرب الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وعلى جميع المسلمين ان شاء الله يا ربي. راني كل نهار كنخمل شويه شويه. المهم دابا راني مصبنه، كتشوف راني محيده الطلامط وكيبان ليكم هاد المخايداتها مصايبتهم ركبتهم. قولي غير سميتو طليمطات، بغيت تنخمل هاد الجهه. كل نهار كنخمل قرعيته شويه شويه باش ما يجيني الشغالات كثير، انا غير بيا بايدي بوحدي. وهذا هو مكان اخوتي، دابا غادي نطلع الحويجات. ايوا ها انتم اخواتكم الدكري غادي تشارك معاكم الروتينات. يلا خلوني في الكومنتات اللي عجبوكم الروتينات ديالي، بقى نشارك معاكم الحياه اليوميه ديالي كيفاش كندوز نهاري في داري. انتم اخوتي هذا الطاي تاع الحوايج راه مريه لي واحد السيده خالت الوالده الله يرحمها في هاد العواشر يا ربي امين وارحم جميع المسلمين. قالت لنا ما تطول حاجه بيجامة او جلابه او كسوه او مهم اي حاجه فولار ديال الشعر اي حاجه خاصكم للطول حاجه تسرحوها بحال هكا تسرحوها هك على البلانشه ولا على الطابله. دابا نبدا الطابله اللي كناكل فوقها مسحتها مزيان ناشفه، هذاك الطول حاجه وديروا لها بحال هكا الله يرحمها مسكينه وسع عليها بعدا. المهم هاد القضيه هادي حفظتها من عند الله يرحمها، داك الطبقه صغيره كنسمعها كتقول كتجي عند جداتي الله يرحمها كتقول لها شوفي ملي تبغي طول الحوايج خاصكم هكا تسرحوهم ديروا المصلوح بيديكم هكا بحال هكا قاتوك وتطويوهم بحال هكا وديروا لهم بحالك. شاش كنبان لكم الا راه كنصور في راسي البنات ما كاينينش وحده ناعسه اللي مازال ما جات قالتلك بحال هكا قالتلك ملي تجددوا الحوايج ديالكم تلبسوهم كتلقاوهم بحال مصلحين بحال مضروبين المصلوح الله يلا مسكنه الله يرحمها ويوسع عليها. الواحد كيدرك حاجه زوينه كيبقى يترحم عليها. دابا هادو راه سميتهم الكاندورات ديالي انا في الصلام ديال الثوم، ملي كنتصبنو كيكنشو ما عرفتش علاش كيشربو، ولكن فاش كنطويهم وكندير لهم هاد العمليه هذه كنلبسهم راه كيف كتشوفني لابسه حوايج مش مكملشين راه كاين شي والله العظيم. دابا كنشوف شي اخوات والله القاسم كتبان لك راه ماشي بالشرط انا ما كنا مفصلين حاجه غاليه جلابه غاليه ولا كانطوره ولا بيجامه غالي هي اللي كتبقى زوينه، بالعكس كتشوفهم لابسين ليفه او لابسين هذاك اللوله او لابسين هذاك سميتو عرفت سميت باباه الاخر حتى هو كيكون طايح، كنشوفهم لابسين مخيطه مخيطه غاليه ولكن لابسينهم يعني كلهم كمشين بحال كانوا شادينهم وداكنهم في شي خنشه وجبدهم ولبسوهم. نكذب عليك واخا تكون انا الحاجه قديمه، هذا خوتي راه بيجامات من ذاك العام هذا في الصلام العام اللي فات في الصيف، وها الصيف جا العام اللي فات واش وقع في شهر 6 ولا شهر 7 المهم هما باقين عدي كيف كتشوفوا كنلبسهم كيبانوا هاكي كيديروا، ولكن السر ديالهم هي فاش كنصبنوا فوق الحوايج كندير لهم بحال كنضربوني مصلح بيدينا ما عندناش باش نمشيو للمصلح مصلح اللي ب 5 دراهم مابقاش 3 دراهم اللهم حوايجنا نصلحهم راسنا بحال هكا هكا. شوف كيفاش كيبان اخوتي المرة يجي الفيديو طويل ولا شي حاجه حاول الفيديو ما يجيش طويل. ايوا اخوتي هذا مكان. ايوا شكرا الناس اللي كيسولوا في نعيمه وكيسولوا كيقول لك علاش ما كتبانش معنا معك نعيمه. نعيمه اخوتي راه ما تخلاش عليها وما تخلاش عليه واخا يكون لي كون ما خيطه لا فرقات لي عليها الموت اختي عزيزه عليا وخواتاتي كاملين عزيزين عليا الله يخلي لكم تنتوما خوتكم. ها نتوما البيجامه ديال منال هذه ها
خمسة. دابا الحشوش كديرهم هاد الطيه هادي، كتحطوهم بحال هكا حاجه فوق حاجه هكا في البلاكار ولا الماريو، كتجي تجبدو تجبدو الحاجه كتمشي ديري كتجبدها بلا ما تبقى تقلب وتقلب، كيكون حوايجك منظمين مطويين مقادين بلا ما تضربو معاهم تماره، وكتجبدو كيف قلت لك كتجبدو بحال مصلحين. دابا انا كل واحد كندير الحوايج بوحدو، غير بغيت نوريكم شنو لقيت جبدات لي يدي. قالت اخوتي على هادو اللي وريتكم في واحد الفيديو تفرجتوا فيه، ها انتم اخوتي صببت نشوف كيفاش خرجوا، واخا التصوير ما عطاهمش حقهم ولكن ماشي مشكل. راه شافتهم السيده في تفرجات في الفيديو، قالت لي مسكينه قالت لي راني حامله، هذوك الحويجات الدوك هذيك راه شفتهم عجبونيك عجبوني ديال الطريبيه، قلت واش عندك بنت ولد، قالت لي ماشي سوقك علاش كتسولي، المهم غتخليهم ليا. قلت لها اختارني صبنتهم قاديتهم وانا غنخزنهم عدي، بغيت ديهم دابا ديهم ولا نصيفطهم ليك ولا تتولدي، المهم اللي بغيتي هو المهم. اخوتي لهلاي حرام شي محرومه، لهلاي حرمها اختي اخوتي خواتاتي، الله يفرح كل وليه يا ربي امين. اي وحده تتبغى تجرب الامومه وتبغى تجرب التربيه الله يفرح كل محرومه، الله يفرحها يا ربي امين. عاد خدكم الدوكه ليا وهذا الشهر وهاد العواشر والعيد على الابواب، يا رب تسهل على المحرومات كاملين اللي عاقله مسكينه، الله يطلق حزامها كيف كيقول، الله يسر عليها، الله يفرحها، الله يفرح الوليات كاملين. مساكن شحال من وحده مسكينه كتمنى بحال كتشتي الحوايج تاع الطريبيه وتولد وتوجع وتهزتي في كرشه 9 شهور تهز في ظهرها. الله يفرحكم اخوتي، الله يفرح كلشي. كندخل دابا اليوتيوب كنلقى شي وحده مسكينه ولا كتخلي لي كومونتير تقول لي اختي دوك يا داعي معايا الدريه الصالح، يا راني الدريه الصالحه راني شحال راني عامين ولا 3 سنين باقا ما جابش الله. الله يفرحكم اخواتاتي وفرح كلشي كاع الوليات، الله يفرحهم يا ربي. هانتوما اختي خرجوا كيشعلوا كيشعلوا، هانت ويتك ويتك دوكا اللي راه حمقى راني حمقى والله كنموت على الحويجات تاع الدراري الصغار. معنا اصلا ما ولدتش بزاف، انا عندي غير جبنيات، المهم الحمد لله غير هادوك قراو وخدموا ووصلوا راه الحمد لله. الولاد اخوتي راكم كيف عرفتوا ولا تهما بالمصاريف ديالهم، خاصه ملي المراه ملي تحمل هاي في التحاليل، ها فقر الدم، ها التحاليل، ها الولاده، ها ليكوش، ها الطبيب ديالو، ها المصاريف، ها وكبر شويه، ها المدرسه، ها الكسوه، يعني الولاد راه ولاو بالمصاريف ديالهم كثير اخوتي، ولاو معاد الزمان زمان الغلا كلشي ولا غالي. صافي جوج بركه خمسه وسته ما بقاوش، هذاك دزنا في الايام ديالنا حنا والدينا كان يعني كلشي فابور، وكان شي كيلبس الحوايج تاع الشي، وما كانش طبيب بزاف، ما كانش لا مرا مسكينه كتولد غير في الدار، ما كان لا ليكوش لا والو. ايوا هذا هو مكان اخوتي. دابا القضيه راه كيف كتعرفوا القضيه حماضت، الدرويش صعاب عليه الحال، الناس انا كنعرفهم المراه خدامه والراجل خدام وكيتشكى والله العظيم، عاده كتشوف اخوتي هاد وحده ما كتصفق كتلقاو راجل مسكين خدام وخدام غير النهار ديالو، والنهار اللي كيمرض ما كيخدمش، خدام يوكل وليداتو ما خدامش يبقاو بلاش. الله يفرجها اخوتي على كل واحد. ايوا كيف قلت لكم انا نعيمه راني غنمشي عندها ان شاء الله في القريب ضروري، راني توحشتها وانا في نعيمه اختي ما تفارقش عليها، وخواتاتي كلهم عزاز عليا قالوا لي واش راجلها حبسها واش هذا، راه راجلها بالعكس راجلها بالاراده ديالو، قالت لي واش غنبقى نصور مع اختي نبان معاها في القناه، قال لها اختك هذيك زيدون ما كديروا حتى شي حاجه خايبه، الله يسهل على تعاوني مع اختك. ايوا الله يهدي ما خلق. ايوا اخوتي نعاود عليكم بحال الخرافه، وهي راه ماشي خرافه راه واقعيه. كنت واحد النهار عدو كنا كنصوروا، ايوا اخوتي كنا كنصوروا، هذه جات واحد السيده، هذيك السيده بيني وبينها سنين من ايام التكوين، كنا كنديروا الخياطه من ايام التكوين، انا تزوجت ولدت وهي تزوجت ولدت قد قدها في السن. المهم جيه كنقول لاختي شكون هذيك، قالت لي ما عرفتيش راه فلان، قلت لها مسكينه جيه عدي تشوفني، انا نيتي حسنه اختكم الدكر قلبها بياض وديما كتنوع غير زينه. جات شفناها حنا احترمناها سدينا حبسنا التصوير، قلنا حتى تنسلموا عليها ونتحطوا معاها شويه وتمشي بحالاتها، عاد انا عاد نكملوا التصوير ديالنا. وجات القسم بالله خوتي وربي شاهد عليا ما كذبت عليها، يا راه حاضره غير الملائكه ديالها، هي تقول لي قالت لي عندك قناه في اليوتيوب ياك، قلت لها اه،
قالت لي وكتصور؟ قلت لا راه كنصور والله القسم. تلفتت لختي باش عرفوا بنادم راه خايب وحق الله. وتلفتت اختي وهي تقول ليها ما جاب الله اختي بعدا الحمد لله العقل ديالها نقي وما كتاثرش وراجلها تبارك الله قاري واعد وبالاذن ديالو. قلت لها عادك الصدعه عادي كتصورك وتلوحك عندك ما تبقايش تباني معاها عندك الصدعه ولا كتخلى تصورك ودار فيك تخلى تصورك ولا غتصورك وتلوحك. دخلت عليكم اخوتي بالله كلشي ديال القنوات راه كلشي تبارك الله ينات هادشي ديال السوشيال ميديا ديال هذا ها الفيسبوك ها سميتو تيك توك ها انستغرام ها سميتو هذا اليوتيوب كلشي. راه شفتوا الناس في الباديه كاع ولاو دايرين يعني عادي بنادم غير يدير شي حاجه يديرها محترمه اللي غيتفرجوا فيها العائلات وحتى هذاك الانسان الشخص مراه ولا راجل يعني يدير داكشي محترم اللي غيبقاو وليداتو وليدات وليداتو تفرجوا فيه. داك الشيء ما كيتسمعش ما كيتمسحش كيتبقى كيبقى على طول الحياه والله العظيم بقى في الحال. والله علاش هي بغات تفرقني على اختي حشومه؟ علاش حيت انا كنمشي وكتبع اختي في بنتي كنمشي للعربي ديما اختي كتبان معايا ديما النعمه مسكينه كتبان معايا كيبانوا معايا وليداتها. شوفوا بنادم العقليه كم مسخه. حسبي الله ونعم الوكيل والله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. كل من دار فيا شي حاجه خايبه ولا تصرف فيه منو الله الله اللي غادي يخلصو حسبي الله ونعم الوكيل فيه. علاش كنت شافت اختي كتصور معايا وراهي فارجه وعارفه وجيت باش تقول لاختي تحردها باش اختي ما تبقاش تبان معايا. ولكن اختي الحمد لله راه هي انسانه واعيه وراجلها تبارك الله راه قاري وعارف يعني ما كنديرو حتى شي حاجه خايبه. قلت لها علاش؟ قلت له راه كتصور معايا. قلت لها علاش اختي كتبان كندير شي حاجه خايبه؟ قالت له شوف الصقع عندك عاد تلوحك وعاد كتلوحك تشوهك. علاش اختي علاش انا كنصور اختي عريانه؟ كنصور خوتي في شي حاله ماشي هي هذيك؟ علاش؟ كتشوفوا بنادم حقد بنادم خايب. علاش انا قلبي ابيض وكنبغي الخير للناس كثر ما كنبغيه راسي؟ القسم بالله اخوتي القسم بالله قال لي شي حاجه كنبغي شي واحد يدير شي حاجه زوينه ولا شي حد قال لي باغي ندير ديك الحاجه كنقول لي اه سير ديرها اه. كنزعل الناس وكنفرح الناس وكنبغي الخير للناس ما عرفتش علاش الناس دايرين معايا. اش غنقول لك؟ والله يهدي ما خلق وصافي هادشي هو اللي كاين. هاد السيده ما عرفتش بنادم يعني ولي واحد الثقل على قلبه مثقل. علاش انا كنمشي؟ علاش انا كنصور عاد اختي؟ علاش انا كنبان مع اختي؟ انا غنمشي عاد اختي ومازال غنمشي عاد اختي ونصور عاد اختي ونبان مع اختي واللي بغى يتفرقع يتفرقع شغلو هذا. عجبو المحتوى ديالي يتفرج، ما عجبوش بلا ما يتفرج فيا. ماشي هذاك ناقص واحد زاد واحد ما يعني ما عاد باش غتفيدني. انا اصلا هاد اليوتيوب راه بقى كاع ما كنتخلص منه. نقول لكم اخوتي دخلتوا غدخلوا للمشاهده غتشوفوا راه الله باديه ماشي الله بدر بادي تقريبا عامين. ولكن كتكون دور بحال كنكون مريضه كيكون شي مشكل كيكون كتعرف الواحد واخا ما كنبغيش نشارك معكم الحوايج السلبيه يعني كنبغي ديما الطاقه الايجابيه والحاجه الايجابيه والحاجه الزوينه اللي كنشاركها معكم. اما الحوايج السلبيين راه في بركاسه لا بوبيل. هادشي هو اللي كان الله ما خلق وصافي. اش غنقول لكم؟ الله يستر العيب. هاد السيده هي ولا غيرها اللي باغي يفارقني على اختي الله ياخذ فيه العقل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اللي ظلمني وكيتعدى عليا وانا داخله السوق راسي واحد الانسانه. ماشي نقول لكم والله العظيم الناس تعدى عليا راني الشراج وما خوتي ما كنطلش من تيقوا بيا راه الزنقه نقدر ما نشوفهاش على 3 ايام 4 ايام. الا خرج كنخرج مسخره المارشي كنجيب الصير لداري داكشي اللي كيخصني. ولا كانت شي حاجه بسيطه هكا كتجيب بنتي من المدرسه راه اللي كنسخرها كتمشي للبيم ولا كتمشي للحانوت اللي واقره بتي كنخاف عليها. كتعرفوا الوقت راه خيابت راه الخبار في راسكم كنخاف عليها صافي. ولا خرج نخرج هنا اللي كنت شي غرض اللي كنقدر 3 ايام 4 ايام ما نشوفش الزنقه واش راجل نقدر انا ما نطلش منهم. ما خاطر بنتي خرجت مسخره وشي تعرفوا الله يسمح لينا بالوالده الكبده ديالي كتهزني تقول دابا بنتي تلقى على شي حد ولا درت شي طوموبيل كنطلع لها من الشرجم حتى كتجي. هادشي هو اللي كان اخوتي والله يهدي ما خلق الله يستر العيب. شوف لكن والله العظيم انا نيتي حسنه والله ديك السيده ما تنساتش ليا من بالي والله العظيم. انا صحابه جايه محبه لله محبه لله جايه تشوفني شحال ما شافتني راه سنين وسنين مده 20 عام ولا 18 عام راه ماشي سهله ولا كثر 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 ما بقاش تشاوفنا جايه باش تقول لي هذيك الكلمه وضاربه فين واحد الطواله والبرد والشتا والغيس وجي كتنقص تعرف في العربي كنتو تسطير تاع الحجر من سطاره سطاره من الحيط لحيط غير باش تجي تقول هذيك الكلمه تحرض اختي باش اختي ما تبقاش تبان معايا. وراه اختي غتبقى تبان معايا
يبغي اللي يبغي ويكره اللي كره، اختي غير تبقى فيها معايا. مازال خوتي، انا خوتي كل ما كيبغوا يبانوا معايا قسما بالله غير قلت لهم بلاتي عادي يوليو يبانوا معايا. حيت واحد السيده ديما لنا واحد المهم كانوا كيجيو لي شي كومونتيرات، مالكي تدق عليا واش تي ما عندكش خواتاتك، واش تي ما عندكش عائلتك، علاش كتباني بوحدك في الفيديو؟ راه غير جي الوقت اللي غيبانوا معايا عائلتي ان شاء الله كاملين، راه بانوا معايا ولاد خواتاتي راه بانوا معايا، غير انا باقا ما يعني مستعداش باش يبانوا معايا. ايوا هذا هو اللي كان اخوتي، اش غنقول لكم الله يستر وصافي. ايوا دابا بقات كنهضر ونسيت المصلح نسيت ولكن لا هذا كاع ما كيتكمش، هذا غير ديال القطن بيجامة ديال القطن، ولكن هكا كندير لهم بحال كنقادهم عاده كنطويهم بحال هكا. ايوا هذا هو مكان اخوتي، مازال باقي الحوايج. فخباركم انا راه عزيز عليا نطوي الحوايج، ماشي عزيز عليا، عزيز عليا الماريو ولا البلاكر يكون قادين في الحوايج. انا طايي الحوايج كيسخر في كنبقى ندير بحال كيدي كنعيا، اعطوني الصبر عندك هو مشي في الحوايج. ناري في وقت الشتوى ما نقولش لكم اخوتي كيكونوا الحوايج كثار، المونطوات داك سميتو الحوايج كيكونوا كثار في الشتوى، راه معروفين بهاد القضيه مع البرد وهذا كنلبسو بزاف مع البرد. ايوا خاصكم الدكاري راه ما كتخبي عليكم حتى شي حاجه، ان شاء الله ديما نبقى نشارك معاكم الحياه اليوميه ديالو، غنبقى نصور لكم. رانا خوتي كنكون شي مرات عيانه كتكون الخاطر ما كايناش، ما نبغيش المشاهدين نبان نبكي ولا نبان نشكي عليهم، ولا كنبغي نبان انا صحيحه ونضحك كيف ديما كنهار الاول بنت ليكم بالابتسامه، نبقى ديما نبان لكم بالابتسامه. هذا هو اللي كاين اخوتي، الله يتابعكم الخير والرزق والرباح يا ربي. دابا انا دوك الالوان اللي كيكونوا باهتين يعني باردين ما كتبهاتهمش الشمس بلا ما كنقلبهم، ولكن بحال كل الحوايج الكحلين الحمراء الالوان اللي ناصحين باش ما تبهاتهمش الشمس ديما كنقلبهم قلبهم عاد نشرهم. وهاي اخوتي قالوا لي الحوالات العامره غاليين، خاصكم الدكاري راه مازال ما شريت، شريت داك النهار بغيت نشري ولكن تصدمت في الاثمنه، ماشي صدموني مالي الحوالة صدام لان ساكن العلف وهذا داكشي غالي. مشيت عند واحد الناس ولكن ما صورش ساهم، لقيت عندهم الغلا وراه هذوك الاثمنه اللي كنت قلت لكم راه باعوا الحوالة تبارك الله تباعوا في هذاك الثمن، ولكن اخوتي راه مليح كاين عارفين داكشي الماكله نقيه العلف نقي والمليح تبارك الله اللهم بارك نيت هذوك راه اللهم بارك كي زعما كيستاهلوا هذاك الثمن الصراحه. ايوا كل واحد اخوتي عيد على رزقه. دابا كنت داخله نيت اليوتيوب وانا نشوف هذوك الحواله ديال اسبانيا وبيني وبينكم ولكن مساكن كاين اللي اللهم هكاك راه كاين اللي كيعيد على نرجع، كاين اللي مسكين كاين غير بيت كاري بعشرين الف ريال وكيخدم مسكين عام 100 درهم النهار، وهاديك 100 درهم فيها المصروف اليومي كامل، فيه داك كيخلص لما كاري بيت راه كيخلص لما كيخلص ضو شحال كيجي في الشهر كيخلصو، ولكن راه مسكين في العيد كيتمحن ولا القاسم راه الايام اللي فات شحال من واحد لقينا شاري نعجه مشينا نرحبو وشاري نعجه خاصو العرب باش يفرح وليداتو. المهم دارو دوك الحواله ديال اسبانيا واخا كيبان واحد الفرق ما بينهم وبين الحواله ديال المغرب ماشي مشكل، الناس بعدا المهم الدرويش خاصو يعيطو صافي، هادشي هو اللي كاين اخوتي ما يبقاش بلاش، حتى واحد ما يبقى بلاش، والله يسهل اخوتي على كامل الناس كاملين يا ربي يجيب لهم الرزق ويسهل عليهم ويفرحهم يا ربي كاملين. هذا هو ما كان اخوتي، ما نطولش عليكم الفيديو، هذا الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم مع خاتكم الدكاليه، قبلوا على التصوير ديالها قبلوا على الدك خاتكم الدكاليه مهما كانت الدوره، واللي درتها انا شي حاجه خايبه خليها في الكومونتير، ولا عجبتكم شي حاجه زوينه عجبكم المحتوى قول لي كملي، ما عجبكش قول لي بدلي، غير ما تطلبوش مني شي محتوى خوتي يكون ماشي هو هذاك راكم عارفين، المهم شي محتوى يكون محترم عجبكم نديرو. هذا هو اللي كاين، والمشاهدين ديولي غنخليكم ونلص الكاميرا، السلام عليكم، ما تنساوش دعمونا ديما بلايك لايك لايك، واللي باقي ما فعلش الجرس يفعلو، اضغط على المربع الاحمر وفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد، السلام عليكم اخوتي.